حث مسؤول المالية في مجموعة الدول السبع إسرائيل على الحفاظ على علاقاتها مع البنوك الفلسطينية، وفي بيان صدر بعد يوم من اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في دول مجموعة السبع، قال مسؤول المالية بالمجموعة إن استمرار العلاقات بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية ضروري حتى يتسنى استمرار المعاملات المالية الحيوية والتجارة والخدمات الضرورية. ودعا البيان الذي كرر تحذيرات مسؤول وزارة الخزانة الأمريكية إلى الإفراج عن إيرادات الضرائب المعلقة وتقديمها للسلطات الفلسطينية كاملة، وكذلك إعادة إصدار تصاريح للعمال الفلسطينيين حيث سمحت الأوضاع الأمنية.